وما الذي كنتم ترغبون فيه ببساطة في هذه القضية؟ لأنني كان ينبغي وأن أدلي بشهاداتي، ولكن ربما قد كنت سأقول شيئا، ربما هذا يوما مشرقا، وربما كانت ستمطر، وربما هذا سيكون مزيفا. هذا مستوى الدعم كان رائعا. الأمر برمته هو مصروفات القانونية، تم كتابة على أنها مصروفات قانونية. هذا هو الذنب الذي ارتكبته، وأيضا ينبغي وأن أتوجه إلى السجن 187 عاما لهذا الأمر. هناك مستويات من الإجرام في هذه المدينة غير مسبوقة، ولكن لأنه كان هناك أعمال يقولون أن هذا ذنب، ويمكنني أن أتوجه إلى سجلات أي شخص أو رجل أعمال في المدينة، وقد أجد أمورا نظريا أعتقد أنها سوف تدينه أو تدمر حياته. ولكنني هنا ولا أهتم، لأنني أقوم بشيء لهذا البلد وأقوم بشيء للدستور، وهذا أبعد مني، وأيضا لا يسمح به لأي رئيس آخر، ولا ينبغي وأن يتم السماح به في المستقبل، وهذا الأكبر من ترامب وأكبر من رئاستي. والشعب يفهم هذا الأمر، لأنني شاهدت استطلاع رأي خرج من ديلي ميل وهو الأول، وبعد الإدانة كان هناك ارتفاع لي بست نقاط عما كنا عليه، وهذه نسبة كبيرة. نحن نرتفع بست نقاط في الديلي ميل، وربما سيكون هناك شيء آخر يقول شيء مختلف، ولكن هناك من توقع ذلك، لأن الشعب يفهم ما يحدث. هذا أمر مزيف، وهذه طبعا محاكمة مزيفة، وينبغي وأن يكون هناك توجه لهذا القاضي، وأيضا يعرف أن لدينا انتخابات ولدينا خبراء محترمين والذين كانوا يقومون بإدارة اللجنة، وكان ينتظر ليومين ليدلي بشهادته. وعندما كان دوره، الأشخاص كانوا يتظاهرون، والقاضي طرده وقال أنه لا يمكن أن يشهد. ويمكن أن تقول ما هي الانتخابات الفيدرالية، ولكن هذا لن يساعد أي شيء، والجميع يعرف ذلك. إذن في الواقع لم يتمكن من الإدلاء بشهادته، ولكن كان هناك أشخاص استطاعوا، ولكن هؤلاء الأشخاص تمكنوا من استخدام هذه. على أي حال، لم يحدث أي شيء، لم يكن هناك أي شيء، لم يحدث أي شيء ويعرفون، ولكن طبعا لم يكن الأمر يتعلق بالقضية، ولكن يتعلق بالسياسة، والتوقيت كان ممتازا. هذه القضية قد سقط من قبل كل مجلس حكومي، وأيضا من قبل المقاطع، وقالوا لا توجد قضية، وقد سقطت من قبل الانتخابات الفيدرالية، والأمر لا يسمح بالنظر إليها، وقد أخذوا الولاية والمدينة وتوجهوا إلى هذا الأمر. الأشخاص من الانتخابات الفيدرالية في واشنطن أسقطوا القضية، الجميع أسقط القضية، لم يكن هناك قضية. إذن كان هناك إيقاف القضية، وعندما بريت جاء قال أن هذه القضية الأكثر سخرية التي أراها، وأيضا أصبح هناك أمر، من سوف يأتي بشخص مثل هذا ليدلي بشهادة؟ وأيضا هذه المرة الأولى لأجد أشخاص مثل هؤلاء ليدلوا بشهادتهم. هذه القضية الأكثر جنونا التي شاهدتها، وأيضا لم أكن مترشحا للرئاسة، ولكن الآن قرروا إحياء هذه القضية، وكان هناك قاضي والذي كان مسؤول عن قضية أخرى والتي قامت بدمارة حياة شخص صالح آخر، والذي توجه إلى السجن مرة وبعد ذلك وضعوا مرة أخرى في السجن، لأنه قال لأنه كذب، لم يكذب، في الواقع لم يتذكر أمره، ووضعوه في السجن مرة أخرى، لقد دمروه. وكان معي منذ سنوات، وكان رجلا أمينا ورجل محترم، وإذا ما نظرنا إلى ما
ما فعله افتراضيا، هذا لم يحدث أبدا، لم يكن هناك شيء مشابه. فيما يتعلق بتعليم أحفاده لم يقل أن لديه سيارة أو سيارتين أو دخله، لا أعرف، لا أعرف كم عددكم الذي لديه سيارات وكيف يمكن أن تتخيلوا هذا الأمر. وأعتقد أنه عليكم أن تقوموا بالإبلاغ عن هذا الأمر، ولكن لم يفكروا أي شخص في هذا الأمر، ووضعوا هذا الرجل في السجن ودمروه، ولكن وضعوه في السجن مرة أخرى لأنه رغب في الإدلاء بشهاداته، رغب في إدلاء بشهاداته، لذلك توجه إلى السجن وضعوه مرتين في السجن وهو في 77 من عمره. وعادة أقول أن هذا رجل كبير في السن، ولكن لا أشعر أنني في 77. لم يقل هذا الأمر فيما يتعلق بي، نحن نشعر بالقليل من الحزن تجاه هذا الأمر، ولكن ربما أنا أفضل هكذا، ربما، ولكنهم وضعوه في السجن مرتين، وعليكم أن تروا، لقد هدد من قبل القاضي. هذا الرجل قيل لهم سنك تدخل السجن 15 عاما إن لم تتنازل عن تأييد ترامب، وقيل له ذلك 15 عاما في السجن، ولم يرغب، قام بصفقة لأنه لم يرغب في قضاء حياته في السجن، حيث كان الأمر شريا بالنسبة له. كان قيل أن نحن نعيش في أيام فاشية، توجه للسجن 4 أو 5 أشهر، كان سيدخل السجن 15 عاما. الجميع قام بهذا الأمر، كان هناك مجموعة من المحامين، وكان الأمر غير عادل، ولكنهم دمروا حياته. العديد من الأمور الأخرى عندما ننظر إلى أن هناك مقاطعة سدن التي لم ترغب في إثارة القضية، لم يرغب أحد في إثارة القضية، وكما تعلمون من لم يرغب أيضا في إثارة القضية براغ لم ترغب في ذلك، ولكن كان هناك في تغيير القضية. لم مرة أخرى فيما يتعلق بالمصروفات القضائية، إذا كنت قد كتبت ودفعت لمحامية، طبعا كان هذا المحامي محترف جدا، ولكن الجميع يعلم أنه استغرق الأمر وقتا، ولكنه كان فعالا وكان يقوم بعمله، ولكنه أيضا كان محاميا، وطبعا كان محاميا في هذا الوقت، كان شخص ذو مصداقية، ولكن واجه مشكلة ليس بسببي، ولكن لأنه قام بصفقات خارجية، وأيضا كان قام باقتراض الأموال، ولذلك وبعد ذلك قام بمطالبة بأن كان لديه اختراقات في 3 مرات في الانتخابات، والآن أخذ الصفقة لأنه كان يرغب في الخروج من الأمر، أي أنه سوف أقوم بالصفقة وأخرج، وأيضا كان يرغب أيضا في القيام بصفقة مع مقاطعة سدن، وأيضا كتب أسوأ تقرير على الإطلاق.